مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية. الفيديو مات اليوم عن التليجرام وتحديدا كيف راح تنشر ستوري تليجرام على مدار السنة بدون توقف. قبل ما أبدأ أشرح الطريقة، أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو أنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك الفيديو. مثل ما تعرفون تطبيق التليجرام أضاف هذه الميزة أنه تنشر ستوريات لكن مقيدة للحسابات العامة. أما بالنسبة للتليجرام المدفوع أو المميز فممكن ينشر إلى 700 ستوري شهريا، لكن أنت كيف راح تنشر بالسنة كلها ستوريات؟ فخلي أدخل من داخل التطبيق أشرح لكم. بداية حتى ننشر ستوري في التليجرام راح ندخل على التليجرام، وبعدها راح ندخل على علامة الموجب بالأعلى. راح يأخذ من هذه الصفحة تقدر تنشر صورة أو فيديو أو تأخذ من الأستوديو. بعد ما تختار أي صورة من الأستوديو راح تقدر تعدل عليها وتنشرها. تطبيق تليجرام سمح لك أنه تنشر 3 ستوريات باليوم أو 7 بالأسبوع، يعني اليوم 3 بكرة 3 بعد بكرة 1، هذا الأسبوع انتهى، الأسبوع الجاي نفس الشيء وهكذا. أما لو حبيت أنه تنشر يوميا فلك حق أنه تنشر وحدة، وراح يبقى النشر لمدة السنة كاملة أو العام الكامل بدون توقف، يعني هاليوم وحدة وانتهى، بكرة وحدة وانتهى وهكذا، ما راح ينطيك حظر لأنه لك حق باليوم 3 أو بالأسبوع 7، فلك حق تستنفذها بيومين أو أنه تستنفذها بالأسبوع كله. فدائما حاول أن تنشر وحدة لو حبيت السنة كاملة، وهذه راح تكون مجانا. أما لو حبيت أنه تشترك بالتليجرام فراح يحق لك إلى 700 ستوري بالأسبوع. هذه الطريقة الوحيدة أنه النشر الفيديو يوصل لكثير متابعين، يكتبوا لي أنه جانا حظر ويمتى يفتح هذا الفيديو، راح تعرف أي وقت راح تنشر، وإن شاء الله يبقى السنة كلها تنشر مجانا. نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو واستفادت منه لا تنسى دعم قناتي برلين بعيون عربية باشتراك ولايك، فعل زر الجرس حتى يوصلك كل شيء جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أو أي مشكلة اكتبوها بالرسائل، أنا حاضر. شكرا لكم، مع ألف سلامة.